والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحضور الكريم، كم هي قاسية لحظات الوداع والفراق التي تشجل وتختزل في القلب والذاكرة، وكم نشعر بالحزن وفداحة الخسارة والفجأة، ونختنق وتختنق الدموع ونحن نحيا لحظة تأبين واحد من جيل المراقبين والمديرين الأفاضل المؤمنين بالرسالة التربوية العظيمة الناكرين للذات بعد مسيرة عطاء عريضة ومشوار حياة في السلك التعليمي والعمل التربوي والإداري، تاركا سيرة عاطرة وذكرى طيبة وروحا نقية وميراثا من القيم والمثل النبيل، وإننا لنرجو أن يكون له عند ربنا الحسنى. لقد تركتنا أيها الفقيد الراحل في دار البقاء، مودعا دار الفناء التي اشتغلت فيها حيزا مرموقا من العطاء، مخلفا وراءك عائلة صالحة كريمة وملتزمة، وكنت أيها الصديق قريبا من قلوبنا، ولذلك ليس صدفة أن صورتك غادرت عيوننا إلى قلوبنا لتستقر هناك. ستبقى دائما ذكراك عطرة في قلوبنا وقلب كل من صاحبك وعاشرك واشتغل بجانبك. سنفتقدك في احتفالاتنا وشتى مناسباتنا، سيفتقدك الأهل والأقارب وكل من اشتغلت معهم واشتغلوا بجانبك. فاخلد في جنات الخلود ولتشرح نفسك بجوار ربها فهو السميع المجيب. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته مع الصالحين حيث نعيم الآخرة، سائلا الله عز وجل أن يلهم أسرتك وأقاربك ومحبيك جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله. الصالحين حيث نعيم الآخرة، سائلا الله عز وجل أن يلهم أسرتك وأقاربك ومحبيك جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله. دائما مع كلمات أصدقاء وأقارب المرحوم، فمن يريد سحن القطري. السلام على خير المرسلين. حضور الكريم سي عقدل، الله يرحمك الله يوسع عليك. لكن سي عقدل هو عبد من عباد الله الذين خصهم الله بصفة لا يخص بها جميع الناس، وهي حب الناس له. أنا شخص أحببت السي عبد القادر وأنا لا أعرفه، أحببته وأنا لا أعرفه في أحد محطات حياته المهنية، فسألني صديق حاضر بيننا والسي الحسن أقتل، قال لي يا أخي أحمد كيف تحب هذا الرجل وأنت لا تعرفه؟ قلت لا أعرف، المهم رجل أحسست أنه يجب أن تدعمه وأنه واجب دعمه. مرت السنين فشاءت القطار أن يكون سي عبد القادر هو المدير المؤسسة التي أشتغل فيها. جات النهاية ديال السي الحسن تذكروا بخير، قلت له السي الحسن غادي تمشي وسنسنى بك، قال لي احمد راه مجلي مدير فحالي اولى احسن منك. جات السي عبد القادر عندنا المؤسسة
فوجدت الجواب على السؤال: كيف هذا الشخص يمكنك أن تحبه عن بعد؟ وجدته أصدق رجل أو من أصدق المديرين الذين تعاملت معهم، ليس عن فراغ وإنما عن تجربة. عشنا في المؤسسة اجتماعات كثيرة مع سي عبد القادر، وعمرنا ما شعرنا بالنقاش حق أو بالنقاش مضاد. لماذا؟ هنا غادي نجيب الجواب. كنشعر على أن سي عبد القادر هو من أصدق المديرين الذين تعاملت معه لهجة. سي عبد القادر رحمه الله، لم أجد لك إلا شهادة الرسول فيك، وهي الشهادة التي شهدها في أبي ذر لما قال له: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذر. أتمنى الله أن يكون سي عبد القادر من الصادقين، وأن يحظى بهذه المرتبة العليا التي تتلخص فيها جميع الصفات الحسنة، لكي تصل إلى الصدق جميع الصفات تكون صادق. صدقت سي عبد القادر في حياتك المهنية، وصدقت في إخلاصك مع مدرسينا والأطر التربية معه، رحمة الله عليك. بنيتي نحن معك أي حاجة تستطيع، أنا تقترب حلول لديك. سي عبد القادر ما توفاش، سي عبد القادر حي، وصدقت لما قلت سي عبد القادر حي. جميع الإخوة اللي هنا معك ومن أي حاجة وقفت إلى بنتي مرحبا، ما تشعرش بأنك صدقتي في قولي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.